السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم كريستال ارك الحلقه الثامنه. كالعاده قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين، وشكرا لكم على الدعم. وباذن الله تعجبكم هذه الحلقه. حلقه اليوم راح يكون فيها ترويض الجيجا اللي زي اللي عندي بس الفيميل، وراح ازوج الركسات، واذا قدرت زوجت اللي هو الجيجا اللي راح اروضه. اللي سويته الحين حطيت لي 6 من هنا اللي هو الفنس، لكن بكمل الباقي مثل ما قلت لكم الحلقه اللي راحت. قلت لكم اني بكمله خلف الكواليس، لكن صراحه ما امداني. حاولت اني انظف المنطقه قد ما اقدر. الشيء الغريب اللي صار، لو تلاحظون هنا الباب اختفى حق البيت، ما ادري شلون. يعني الاغراض فيه موجوده، اصلا ما عندي الاربع تيستات، بس شيء غريب كيف راحت تيستات، ما ادري والله ما ادري. فراح نشوف الحين هل في تيستات هنا. هذا ستورج، اوكي ستورج فورت كوا، اوكي هذه يبغى لنا نسوي منه كثير تصدقون. لكن راح نجيب الود حقنا وراح نحط كل الاشياء هنا مثل ما تشوفون. لو ذا ايه في الخشب، في كل شيء. فراح نجيب اللي هو الخشب اللي معنا، اتوقع معنا كثير. هنا في 100 وشوي، هنا ما في شيء للاسف. وش سالفه؟ فبنضطر الحين نجمع خشب، وراح نسوي الستورج اللي هو اماكن تخزين، وراح نشوف نسوي واحده اول شيء ونشوف كيف شكلها. هل هي افضل من اللي كانت عندنا في البيت اللي قبل الصغير الخشب ولا لا؟ فراح نجمع بهذه الطريقه مثل ما تشوفون. راح يعطينا وود كثير، وراح يعطينا كل شيء، بس ما نبغى نهدم البيت حقنا تصدقون. فراح نسوي كذا وراح نسوي كذا. ثقيل اصلا، لكن شوفوا شو الانفنتوري حقه، في اشياء مره كثير ما اقدر اتحرك ابدا، باضطر اني ارمي اشياء. الاشياء اللي بسويها اول شيء خلينا نحط هذه كل الاشياء اللي هنا، نحطها عشان يخف عنا الوزن مثل ما تشوفون الحين اقدر اركض وكل شيء. انا قلت ابغى اسوي ستورج صح؟ طيب سوينا 2 حاليا، فنشيلهم نحطهم هنا، نحطهم بدال الفنس. اوكي دام ان سوينا كل شيء فبنسوي الادوات كلها حقت ايوه شو هذا؟ جامد كذا ويخرش. ترى بصور هذا لا يهجم علي، هذا بيشيلني شيل. لا والله اعطيته نطه، شوف كم دمجتها 900. هذه البوابه حقتنا، حلو حلو حلو. الباب اللي سويته وين راح؟ اي بس ليش لين كل الابواب؟ شيء غريب، انشالت كل الابواب. هل هنا كويس؟ اتوقع هنا كويس ان شاء الله. اوكي يختفي اذا هذا، اوكي ان شاء الله كذا موزون صح؟ طيب خلينا نجرب نفتح. اوه والله يكفي اشياء كثير. ايه والله العظيم يفك ازمه يا رجل. طيب في الاشياء حقت المورتر هذه حنجيبها هنا. تصميم بدائي للحين يعني، فما ادري احطها هنا ولا احطها غالبا السرير. اصبروا، السرير والله العظيم فخمه. شوفوا كيف، شوف كم تكفي. هذاك البوكس ما يكفي شيء، اعوذ بالله. طيب هذه الاشياء لازم نحطها، اللي هي انا ما ادري ليش سويت 2 اصلا. كنا بنحط الاغراض حقتها في هذا في هذا في هذا. بما ان هذا اشغلنا وقاعد يلمح لنا نروضه، فبروضه الحين. انا ما ادري هل هذا يعتبر ترويض كذا؟ والله ليفله نازل مره، بس اتوقع خلاص. ايوه تعال نحط الفود عنده، هو يحتاج الميجو بيري. ميجو بيري اتوقع انه معنا، هذا هو نحطه هنا. طيب حاليا لقيت ريكسي، مو بالشيء اللي ابغاه، لي يمكن 20 دقيقة وانا ادور في المنطقة والمناطق اللي حولها ما لقيت اي جيجا زي ما ابغى. فكل اللي القاه ما القاه ميل، او ما القى الا الحجم الصغير. بحاول اني اروض هذا الاحمر، فنقول بسم الله وان شاء الله انها تضبط معنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. انا ما ابغى اقرب منه مرة، انا ما ادري بيطيحني ولا لا. اوكي جت له الدمج. لا ما ابغى اروض هذا والله. اوكي قاعد يتروض على خفيف، حلو 12000. هو 165000 فيبغالي اجيبه انا. دايخ من هذا ما يمديني اشوف زي الناس. تعال تعال يا ابن الحلال، واك جوا المويه، تكفى لا تحل جوا المويه، هذا الشيء اللي ما ابغاه. طبعا معنا الراوم برايميت بس قاعد تنقص، فيبغى لنا يبغى له هو كم؟ راوم برايميت يبغى له 8. ايوه صرخ صرخه، حلو تكفى تعال تكفى. ايوه تعال 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 هنا تعال هنا تعال هنا، وخر عن المويه وخر عن المويه وخر عن اي بحر. طلقت على حيوان ثاني ما ينفع تكفى، اوريكس لنا تكفى.
والله العظيم ترويضه حسبت سهل، شوف كيف يتأخر مره. انا هو يحاول انه الى الحين يحاول انه يقرب مننا، ما نبغى نخليه في المويه هنا. ما ادري وين اروح. ايوه لازم نطلق طلقات اربعه الحين. ايوه فرصتنا. ايوه بقي له شوي تروض، والله بقي له شوي تكفى. جريفن دوخني وذا دوخني، ما ادري ايش اسوي. لا تروح للمويه. تكفى. الله تكفى. بنزل. لازم نشيل هذا. اوكي ايش معه؟ جرون هذا. اوه الركسي يا ساتر. مدينا نفتح المتر حقه. اوكي مدينا. راب رايميت يحتاج 8 لكن راح نعطيه 14. اوكي حاليا بدنا ننتظر كذا. انا ما ودي الجريفن يكون شو يسمونه يكون موجود وذا. اول ما يخلص ترويض راح ارجع لكم. طيب مثل ما تشوفون اخيرا قرب ترويض خلاص. والله الازرق قاعد يدور حولي عيالي يروضني، بس الطلقات ما تكفي والله. الله يعين. يعني الحين بروضه، او اذا خلص ترويض بشيله معي وراح انتحر على طول عشان اوصل البيت. لو تشوفون مكاني شوفوا ويني. طبعا بيتي مره يسار، مره يسار. انا رايح اخر الدنيا يمين عشان ادور جيجا زي اللي اعطاني اياه احمد، بس ما لقيت. كل اللي لقيته نوع الجيجا الثاني الصغير، وما لقيت الكبير. ما ادري وين القاه صراحه، مع اني دورت في المواقع وزي كذا يقولون الكريستال يكون في هذه المنطقه بس، فما لقيت. عاد شو اسوي؟ اوه هلا. اوكي ايوه زي ما توقعت انه له سد الخاص، زي ما توقعت. تعال هنا. يا ساتر. والله كنا بيطقني يا عيال، شوفوا كيف. هذا الثاني، هذا جرسك، وهذا ريكسي. 494 ديم. اوكي غالبا انه اذا لا يا ابن الحلال لا. لا شلون طقني؟ خلون واحد بحاله، اعوذ بالله. ما ينشال معي، على بالي انه ينشال قسم بالله يا عيال. اوكي وصلت. طيب الحين نرقى عشان نهجم على ذا. طق من هلفه، ابغى اشوف كم هلفه. انا ما ابغى يطيحني مره ثانيه. اوه والله طق يا شيخ. شكرا. شوف كم بيوته. القم يا شيخ، القم. والله شكرا يا ريكسي يا فزع يا قوي. طيب خلينا نخلي هنا وراح نرجع له وناخذ ال ويجيب معنا سول عشان نقدر نحطه جواه وراح نرجع. الله يعيننا والله العظيم مشوار. هلا بالطيب الغالي. هلا. والله لك فقده يا اخي، لك فقده. مليت وانا في الطريق الحالي. تعال يا حبي لك، تعال. يسمع الكلام يا اخي مو بزي. يا لبيه هلا بي. طيب راب رايميت وهذا وش هذا؟ ارم. والله نشيل يعني ما ورانا شيء، ما معنا لا دروع ولا شيء، فنموت. اقرب حل اني اروح للسبون. طبعا دورت جيجا، دورت مره ثانيه حتى وانا جاي ما لقيت شيء، ما ادري ليش. من جا ذا؟ اعوذ بالله. وش ذا فن؟ اما ذا صار ينزل، كنت ابغى هايط واجمع ليفل شوي بس. طيب حاليا اللي بسويه راح اسوي سميثي، مع ان دمرناها وكسرنا اللي قبل شوي وهذا الى الحين قاهرني. وراح نسوي اي جنريتر وراح نحطه في الغرفه هذه اللي هنا. لا وينها هذه اوكي صناديق هنا. راح نحط كل الالات هنا مثل ما تشوفون. حطينا مورتر هنا والسرير هنا، سرير ملكي جدا والله خرافي. تصميم البيت عجبني مره عجبني، بس هذه لو تنشال بس مع الوقت خلاص ما عاد ابغى شيء. طيب خلونا نحط سميثي، نحطه هنا. نحطه هنا ولا هنا؟ خلينا نشيل نحط هنا في الزاويه كذا، مكانها كويس. فاللي بسويه حاليا نجيب الدروع حقتنا اللي متكسره راح فيها ونشوف ايش نحتاج. فايبر هايد مثل انجت فايبر عندنا كثير اتوقع، والهايد عندنا كثير. هايد شوف كم معنا 9000. شوف كيف اتحرك،
راح نحط كل الهايد هنا لان بنستخدمه ونستخدمه كثير مره مره كثير. خلونا نحط الفايبر اللي معنا هنا كله يمدينا نسويها. طيب الحين بسوي ريبير كل اغراضنا وبعدين بنروح نروض باذن الله نلقى اللي هو ايش يسمونه الجيجا زي اللي اعطانا احمد باذن الله انه بنلقاه. انا دورته يوم اروض الركسي كنت رايح ادور اصلا الجيجا فبروح منطقه ثانيه وبشوف هو يجي تحت في الماب. دورت في هذيك المنطقه اليمين باقي اللي تحت بدور فيها اللي هو الصحراء. هذه الحلقه طولت فيها مره بلا فائده للامانه يعني طولت في التصوير كنت بسوي كم شيء بس كل ما جيت اسوي يخرب هذا الشيء. فجاء في بالي اني ازود الركسات لكن ما يمديني هالحلقه للأمانة ما يمديني أبدا. الحلقة الجاية بإذن الله أنا تكون تزوج ركسات وبحاول أني أشوف الجيجا أني أخذ مثلا سد من أحد من الشباب ولا شيء. للأمانة الليفل مرة بعيد أنا 74 وهو 94 أو 95 السد حقه فراح نشوف الحين هو حاليا. أوكي هذا مكان الجيجا غالبا يعني هذا مكان الجيجا. الأمانة ما في ولا جيجا فشكلنا راح ننهي الحلقة على كذا. الأمانة أني دورت أقسم بالله اوقات طويلة لا 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 غالبا اني بألقى الجيجا هنا. اذا ما لقيت هنا والله عاد ها انا انكسرت رجلي كيف والله شيء غريب والله شيء غريب. طيب ما في الا دواب هنا اح يو ديد اي كيف مت والله اللعبة غريبة اقسم بالله غريبة انا ما ادري شلون مت والله ما ادري. اوكي اخيرا يا رجل اخيرا هذا غالبا صغير. ايش رايك بالروض ذا؟ لا ما تروح هنا ما تروح هنا يا ابن الحلال. واخر المويه. ايوه بس. اوكي وصلنا الى نهايه الحلقه. طبعا مثل ما تشوفون انا قايل لكم اصلا انه مو بلم الجيجا هذا، شو هذا الجيجا. طبعا جيجا نفس الاسم نفس كل شيء بس اني اشوف كيف الحجم. مره فرق، مره 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 فرق. ف للامانه لازم ادور مع الشباب اي جيجا. عموما بس هاك مقطع اليوم. اعتذر ان في اشياء كثيره كنت ناوي اسويها لكن للاسف الوقت داهمني صراحه وما والله تقريبا 3 ايام او يومين وانا اصور الحلقه مع انكم بتشوفونها بتقول يومين على ايش؟ انت وش سويت اصلا؟ هذا سؤالي لنفسي انا وش سويت؟ ما سويت شيء بس اني قاعد اضيع وقت على اشياء تافهه وحتى يمكن ما تنعرض لكم. فعموما اشوفكم على خير. سلام.